السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في مصر وفي كل دول العالم. بقول لكم كل سنة طيبين. أنا آسف على الإطالة إن أنا بقالي فترة ما عملتش فيديوهات، فمعلش كان عندي ظروف. طبعا أنتوا عارفين الأعياد والمناسبات والأهل. فبإذن الله تعالى إن شاء الله النهاردة في درس مهم جدا جدا جدا، وهو مقام الرصد. مقام الرصد طبعا له درجاته، عشان في ناس كتير قوي مبتدئين بيسألون إحنا عايزين نعرف يعني إيه مقام الرصد. طب مقام الرصد إيه؟ بقول لهم يا جماعة مقام الرصد ده مقام موسيقي، أيا كانت الدرجة بتاعته، دو ولا ري ولا مي ولا فا ولا صول، بالعدد الحروف الموسيقية اللي هي دو ري مي فا صول لا سي، أي حرف من ده طبعا له طبقة صوتية. بمعنى إن أنا دلوقتي معايا كولة، الكولة دي أساسا كولة دوكا، القفل بتاعها بيبقى إيه؟ دو. القفل بتاعها بيبقى دو. طيب أنا دلوقتي لو لعبت هلعب رصد الدو من على كولة دوكا. إنك أنت دلوقتي عشان تعزف رصد اللي هو الرصد ده بتاع رصد الدو اللي هو ده، دو، تمام. طيب انا دلوقتي هعمل مقام الرصد على كولة دوكا اللي هي القرار، وفي نفس الوقت هلعب هو نفس المقام دو بس هلعبه تصوير على كولة حسين. ليه بقى؟ عشان اعرف السادة المشاهدين اللي هم طبعا السميعة دول يسمعوا، لكن الجماعة المبتدئين اللي هم حبايبي اللي بيتعلموا آلة الكولة لازم يخلوا بالهم معايا علشان الموضوع ده مهم بالنسبة لهم. بمعنى ان انا دلوقتي هعلمك انك انت تقدر تعزف مقام الرصد على كولة دوكا اللي هو الرصد الصريح بتاع الدو، جميل. يعني هتلعب رصد صريح، غير لما هتلعب كولة على كولة حسيني هتلعب اللي هم الثلاثة اللي فوق اللي هم التصوير اللي هم ايه التصوير اللي هم دو، تمام. نشوف مع بعض، يلا بينا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. بنفس الموضوع هنلعب رصد الدو برضو نفس السكة، بس هنلعبها منين؟ على كولة حسين. انا هنا طبعا انا هلعب ايه؟ هنا هلعب المقام بس على كولة ايه؟ حسيني، بس هيبقى تصوير اللي هما الثلاثة اللي ايه؟ اللي فوق. ايه هما التلاتة؟ اسمائهم ايه؟ اقول لك انا الكولة الحسيني. طبعا احنا الكولة الحسيني القفل بتاعها بيبقى ايه؟ بيبقى صول لا سي دو، تمام؟ طيب هنا الدو، بس الدو ايه؟ مصور من على كولة حسيني.
نسمع مع بعض، نسمع مع بعض. ده هنا ايه؟ ده هنا المقام التصوير. نفس السكة هو دو. الدو اللي احنا سمعناها دلوقتي من على كولا حسيني بس مصور. هنا القصة انك انت دي حرفة العازف. حرفة العازف لما يكون واثق انه هو بيعزف المقام وبيعفقه صح على كولة تكون مظبوطة صح، هتقدر تطلع حاجة مظبوطة صح الصح، ولا صح الا الصحيح. دايما بقول كده في كل فيديو. فالقصة يا جماعة نجاح العازف من الصانع، نجاح العازف من الصانع. ليه؟ الصانع مدام هيطلع آلة مظبوطة والتوناليتي بتاعها مظبوط على الأورج، يبقى انت هتبقى راجل ناجح في عملك. ليه؟ انك انت اخترت المكان الصحيح انك انت تجيب منه نيات او كولات من مصدر موثوق منه. طيب يجي واحد دلوقتي يقول لي ايه ده بيعمل اعلان لنفسه. طبعا ايه المشكلة؟ وانا بعمل فعلا اعلان لنفسي، ايه المشكلة؟ والحمد لله بفضل الله تعالى مش محتاج اعلان، لان الحمد لله بفضل الله تعالى معروف مين بفضل الله تعالى صابر كولا الحمد لله. بس القصة كلها في ناس لازم تعرف ايه المظبوط وايه اللي مش مظبوط، لان دايما بيقول لي ايه ليه الكولا عنده بتبقى اوفر قوي، ليه الكولا بتبقى عنده او النايب يبقى عنده وهكذا. فعايز اقول له القصة كلها لازم علشان انت تشتري آلة مظبوطة او تاخد آلة مظبوطة تبقى انت راجل مظبوط وفي المكان الصح، والراجل الصح في المكان الصح. والنهاردة درسنا اليوم على مقام الرز، يا رب تكون المعلومة وصلت والرسالة وصلت لحبايبنا المبتدئين اللي هم عايزين يعرفوا يعني ايه مقام رز متصور على كولا حسيني، وبنفس الموضوع صريح على كولا دوكا. فالموضوع يطول شرحه معاكم، بس بإذن الله تعالى إن شاء الله يومين فيديو، كل يومين فيديو هنستفيد مع بعض وهننجح بيها، هنستفيد مع بعض إن شاء الله. وزي ما قلت لكم أي حاجة أي استفسار ياريت أي حد يكتب لي على اليوتيوب
في التعليقات يقول مثلا يعني ايه اللي شافه او ايه اللي عايزه وانا تحت امره البي له طلبه باذن الله تعالى. اوكي ونشوف الموضوع ماشي ازاي، يعني ايه اللي سمعتوه، ايه اللي انتوا المفروض كنتوا تسمعوه في التقسيمه، عملت ايه التقسيمه وهكذا. بشكركم من البيت الفني لصناعه اله الناي وصناعه اله الكوله، اخوكم صابر علي الشير بصابر الكوله. يا رب تكون نالت اعجابكم تقسيمه رصد الدو من على كوله دوكا قرار، وبنفس الوقت رصد الدو على كوله حسيني بس تصوير. يا رب تكون نالت اعجابكم. اي استفسار تليفوني من داخل مصر 0122 33 44 078. على الواتساب تليفوني 00 2 0122 33 44 078. بإذن الله تعالى أنا ساكن في وسط البلد، ساكن في الجيزة، ساكن في الجيزة شارع السودان في المهندسين سلم مطار امبابة. أوكي تليفوني مفتوح من 7 مساء لحد الساعة 1 مساء بالليل. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآسف على الإطالة. شكراً.